كنا أنا وشيريل نمتلك مزرعة حيث نزرع الذرة بشكل أساسي. حدث هذا في أغسطس 2018 في ليلة ممطرة قليلا في عطلة نهاية الأسبوع. كنا قد دعونا جارنا جورج وزوجته لتناول المشروبات، وكنا جميعا في حالة سكر. كنا نلعب ألعاب الطاولة عندما كانت الساعة 11 ليلا. غادر جورج وزوجته المنزل بينما كنت أشرب بعض النبيذ ونشاهد أحد أفلامنا المفضلة. بدأنا نشعر بالتعب، كنا بالتأكيد نشعر بتأثير النبيذ، وفجأة سمعنا طرقا على الباب الأمامي، وكان هذا الأمر غير مألوفا بالنسبة لنا، خصوصا أننا كنا في ساعات متأخرة من الليل. وكان هناك صوتا يقول شيئا ما. قمت بخفض مستوى صوت التلفزيون وانتظرنا حدوث ذلك مرة أخرى، وبعد 20 ثانية سمعنا مجموعة أخرى من الطرق على الباب متبوعة بصوت مكتوم يقول: إننا بحاجة للمساعدة. كنت على وشك النهوض وفتح الباب، ولكن شيريل نظرت إلي وهزت رأسها وقالت لا، فأخبرتها أنني سأقوم فقط بسؤال من في الباب. أجابت أنه لا ينبغي أن نخبرهم أننا في المنزل، ولكن كانت هناك احتمالات كثيرة لكي يعرفوا أننا في المنزل. ذهبت إلى الباب وسألت من على الجانب الآخر، فقال: هل يمكنك أن تفتح؟ نحن تائهون. قلت: من أنتم؟ وكان هناك صمت لبضع ثوان، ثم قلت: هل تسمعني؟ بدأت في الخوف قليلا بعد أن تغيرت نبرة الصوت التي سمعتها من قبل، وبعد ذلك قال بأنه جورج. شعرت بالارتياح في تلك اللحظة، ثم تذكرت الصوت الأول عندما قال أننا تائهون. وفجأة أخبرتني شيريل أنه يجب علينا الاتصال بالشرطة، ولكن قبل ذلك قمت بالاتصال بجورج، فرن الهاتف 3 مرات قبل أن يلتقطه جورج، وسألته: هل أنت على باب منزلي الآن؟ فقال: لا. لماذا؟ فأخبرته أن هناك شخصا ما عند الباب الأمامي يحاول خداعي لفتحه. قال إنه سوف يأتي، وأغلقنا الخط. كان هناك طرقا على الباب مرة أخرى، فصرخت: لدي بندقية في انتظارك، إذا لم تغادر الآن. قال الصوت مرة أخرى: نحن نحاول فقط استخدام هاتفا، هذا كل ما نحتاجه، ولن يستغرق الأمر وقتا طويلا. كانت شيريل قد أبلغت الشرطة بما يحدث، وفجأة سمعنا خطوات متجهة نحو إحدى النوافذ، وسمعنا أنهم يحاولون فتح النافذة. فصرخت بأعلى صوتي: إن حاولت فتح النافذة فسأطلق عليك النار. واستغرق الأمر مني وقتا طويلا حتى أفكر في الركض للطابق العلوي لأخذ بندقيتي من الخزانة. وبعد ثوان قليلة كان هناك المزيد من الطرق على الباب، ولكن هذه المرة كان صوت جورج يصرخ. لقد قمت بالسماح لجورج بالدخول، وكان يحمل بندقيته أيضا، وقال أنه لم يرى أي شيء أو أي شخص أثناء توقفه، وبقي معنا حتى جاء ضابط الشرطة إلى المنزل وأجرى مسحا ضوئيا سريعا للممتلكات، ثم غادر. وأخذنا نصيحته في تثبيت كاميرا في الأمام والخلف، وهو الأمر الذي لم نفكر فيه أبدا قبل حدوث هذا الأمر، ولحسن الحظ لم يحدث لنا شيئا.